حدثنا المكي بن ابراهيم حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل الشجره فلما خف الناس قال يا ابن الاكوع الا تبايع قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وايضا فبايعته الثانيه فقلت له يا ابا مسلم على اي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت